أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل احتكار السيارات من بعض وكلائها حيث لا يستوردها إلى البلاد إلا هم، هل هو فعل جائز أو محرم؟ نعم. يقول سلمك الله: هل احتكار السيارات، هل إيش؟ هل احتكار، ما هو باحتكار، هذا هذه وكالة، وكالة المصانع أو الشركات الخارجية توكل لها وكيل في البلد يكون سمسارا لها، هذا ما هو باحتكار، لا بأس بذلك، لا بد من هذا. نعم، لا بد أنهم يقيمون وكلاء لهم يوردون عليها السيارات أو غيرها وهو يبيعها على الناس. نعم.